بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وحتى يرضى وإذا رضي وما بعد الرضا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم أما ثم بعد، أهلا بحضراتكم في سلسلة جديدة من سلاسل التدريب والتعليم على بعض برامج العروض. برنامج النهاردة والموقع هو برنامج بريزي، هناك شروحات كثيرة على الانترنت والحقيقة كلها ممتازة واكثر من ممتازة. السلسلة دي انا واخدها خطوة خطوة بحيث ان بنتعلم مهارة في كل فيديو، وارجو ان يكون فيها فايدة ان شاء الله ومتعة باذن الله. ونبدأ مع بعض الفيديوهات، واتمنى لكم التوفيق والسعادة باذن الله. شكرا جزيلا، نبدأ مع بعض الفيديوهات. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي الواجهة الرئيسية لبرنامج او موقع بريزي. بعد ما تم تسجيل وعمل حساب وتسجيل الدخول بنلاقي الاسم موجود هنا بالشكل ده كده، اسم الشخص اللي بيكون سجل اسمه بيكون جاي على اليمين هنا، يبقى هو في الصفحة بتاعته والحساب بتاعه. ممكن نختار من اي قالب من القوالب الاخيرة المستخدمة اللي احنا شايفينها دي، طبعا دي انا كنت عاملها قبل كده. يبقى كل واحد من دول اسمه موجود هنا، اذا كان ليه اسم يبقى مين اللي عمله والتاريخ اللي اتعمل فيه هذا المشروع بالنسبة الخاص لبريزي. بنلاقي عندنا في القائمة اليسرى هنا ان هو بيبين كل البريزي الموجود او اللي انا عملتهم فقط، يعني لو انا ضغطت هنا هيديني اللي انا عاملهم فقط مش كلهم، او اللي انا شاركتهم مع حد اخر الى اخر هذه الامور. اهو ما فيش غير هم دول اللي انا عملتهم وخفالي الباقي، او دول عشان احنا لسه عاملينهم برضو، يبقى في اربعة اهو وشال الباقي وهكذا. طبعا انا ما بحتاجش حاجة من دول الا اذا كنت انا عايز واحد من دول عشان اعدل عليه. فهنا بيقول لي بريزنت، يعني اعرض بريفيو او وريني العرض ده، او اديت ان هو بمجرد اروح اعدل عليه، اديت يعني تحرير، يبقى عرض او تحرير. انا عايز واحد جديد فبقول له كرييت نيو بريزي من هنا او من هنا سيان، بيقوم جاي لاني على صفحه جديده من صفحات المتصفح اللي انا بستخدمه سواء كان فايرفوكس او كروم او وات ايفر ايا كان المتصفح ده، بيفتح لي على صفحه جديده عشان يفتح لي الصفحه اللي فيها المعمل بتاع بريزي بيحمل بالشكل ده. يعني ايه معمل بريزي؟ ورشه العمل، ورشه العمل او المكان او الورشه اللي بنشتغل فيها اللي فيها التعديل والتحرير والاضافه و و و و الى اخره. زي ما بنشوف وقت التحميل بيعتمد على سرعه الانترنت زي ما احنا شايفين، بيفتح لي اول شاشه بيكون بهذا الشكل، بيسالني وبيقول لي تشوز يور تمبلت، يعني عفوا بيقول لي اختار القالب بتاعك، بيقول لي الليتست او الحاجات اللي اضيفت مؤخرا الى البريزي، ولا عايز اكتر او بدور بموضوع معين. بقول له والله انا عايز اكتر، بضغط هنا بالشكل ده فبيديني قوالب اكتر زي ما احنا شايفين اهي، قوالب اكتر باشكال اكتر، وكل واحد ممكن بيؤدي معينة او بيلائم حاجة معينة وهكذا. طيب طبعا بنقي الشكل اللي انا عايزه اللي بيلائم الموضوع اللي انا هتكلم عليه، لان كل واحد زي ما انتم شايفين ممكن بيلائم موضوع معين ممكن ما يلائمش موضوع اخر الى اخر هذه الامور. تمام اهو بالشكل ده. طيب احنا ممكن نشتغل في حاجة بسيطة خالص، وبنختار شكل بسيط بحيث ان هو بيحقق لنا الهدف اللي احنا عايزينه. طيب ممكن نختار اي اهو، انا هختار ده واضغط عليه فلاقي ان بيتحط برواز حواليه ازرق يعني متعلم عليه هايلايتد، انا كده اخترته. طب فين بقى هيفتح فين؟ لازم اروح اضغط على المستطيل ده اللي مكتوب ايه يوز تمبلت. طيب فلنفرض ان انا مش عايز حاجه من دول وعايزه ابيض، وانا هضيف بقى الون واعمل اضافاتي واعمل كل اللي انا عايزه، يبقى هعمل ستارت بلانك بريزي يدوني ابيض خالص فاضي، وانا ابتدي احط الصور او احط اي حاجه انا عايز. اللي موجود هنا في الخانه اليمين او العمود اليمين زي ما احنا شايفين الكام واحد دول، 3 4 دول عباره عن البوبيولار تمبلتس او الاكثر شيوعا واستخداما من قبل مستخدمي او مشتركي بريزي. لو انا اخترت ده وضغطت على يوز تمبلت بيبتدي يفتح لي بيفتح التمبلت الجديد زي ما احنا شايفين علامه التحميل اهي.
بيفتح لي الشاشة بهذا الشكل. ادي القالب بتاعي اللي موجود هنا اهو. طيب هلاحظ حاجة يا جماعة الخير، هلاقي هنا موجود عندي في الكلام بتاعي موجود، هلاقي اهو كل ما حرك الماوس، انا بحرك الماوس مش بضغط حتى حاجة، مجرد ان وقفت هنا برين ستورم اعطاني المستطيل ده هنا اهو، بحرك على اي مكان في الشريحة ابتدي الاقي زي ما احنا شايفين ايه، الاقي في حاجات بتتحدد، عناصر، حاجات يعني عناصر بتتحدد داخل هذا الاطار. المستطيل الكبير ده هو كان بيسموه الكنفة، او المساحة دي بيسموها الكنفة، او المكان اللي احنا بنشتغل فيه في هذا البريزي. ودي كانت طريقة اختيار قالب وفتح قالب، وحننتقل الى فيديو اخر عشان نشوف مكونات هذه الشاشة الرئيسية. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.